السلام عليكم. فيديو النهاردة ازاي نعمل عجينة البيتزا. عجينة قطنية جدا وهشة جدا، وكمان هتشوفوا ازاي تقدروا تعملوا افضل بيتزا في البيت بعجينة طرية استحالة انها تنشف منكم. من الاخر كده، وصفة النهاردة هتعجبكم جدا جدا. قبل ما نبدأ هنشوف مع بعض ازاي نعمل صلصة بيتزا سريعة وسهلة وبأقل تكلفة. هنبدأ الفيديو كده مع بعض ونبدأ ونقول بسم الله. في حلة على النار حطيت فيها شوية زيت، وهنزل عليهم باللحمة المفرومة والتوابل، ملح وفلفل أسمر والسبع بهارات وكمون، وهقلبهم تقليبة بسيطة مع بعض. وبعدين هنزل عليهم ببصلة متوسطة ومفرومة ناعم جدا، هسيبهم حوالي ربع ساعة، وبعد كده نروح نحضر مع بعض صلصة الطماطم. الطريقة اللي هعملها معاكم دلوقتي دي أسهل طريقة لصلصة البيتزا ممكن تعملوها. حطيت الطماطم في الحلة على النار وعليهم ربع كوباية من المية، ونزلت عليهم ببصلاية وأربع أو خمس فصوص من الثوم، سبتهم لحد لما استووا تماما. حطيت عليهم معلقة من السكر ومعلقة من الملح ومعلقة ثوم بودر وبصل بودر وربع معلقة من الزعتر، قلبتهم مع بعض وخدتهم في الخلاط وفرمتهم ناعم جدا زي ما انتوا شايفين كده. لو حسيت ان الخليط تقيل شوية ممكن نزود حبة مية وانت بتفرميهم، بحيث ان الفرمة تكون ناعمة ويطلع القوام مظبوط معاكي زي ما انتوا شايفين كده. هضيف عليهم معلقتين من الصلصة ومعلقتين من الكاتشب، هقلبهم تقليبة خفيفة كده حوالي دقيقتين تلاتة، وهطفى عليهم النار، وبكده الصلصة تكون جاهزة معايا. نروح مع بعض نعمل عجينة البيتزا. معايا أربع كوبايات من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدام زي ما احنا متعودين نعمل مع بعض، ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة، وعندي كوباية من الزبادي وكوباية من الحليب ونص كوباية من الزيت. هنروح مع بعض نشوف هنعمل ايه. في بولة تانية هجيب كوباية الحليب وعليها معلقة الخميرة ومعلقة السكر. طبعا الحليب بقى معايا دافي يعني زي دمعة العين كده، هنزل عليهم بمعلقة الخميرة ومعلقة السكر وهقلبهم كويس مع بعض، وهسيبهم حوالي 10 دقايق لحد لما اتأكد ان الخميرة مفعولها كويس كده. تمام، هبتدي ان انا بقى انزل بالدقيق بتاعي على الخميرة والحليب شوية بشوية كده، وابتدي ان انا اعجن. هضيف عليهم مع كوباية الزبادي، وهضيف نص كوباية الزيت. هو المفروض ان احنا لما نيجي نعجن عجينة البيتزا نضيف الزيت حبة بحبة، انا هنا حطيت الكوباية كلها يعني خلي بالك من الحتة دي. وهنزل عليهم برشة من الملح وابتدي اعجن المكونات دي كلها مع بعض. فكرة ان انت تحطي الزيت شوية بشوية عشان تقدري تتحكمي في العجينة نفسها، فيعني مش مشكلة كده. تمام، انا بدأت ان انا اعجنها بالشكل ده لحد لما الم الدقيق كله معايا. كده تمام، العجينة بقت طرية جدا وما بقاش فيها اي دقيق باين. هسيبها تخمر حوالي ساعة او ساعتين، وهغطيها بالستريتش واسيبها في مكان دافي. بعد ساعتين زي ما انتوا شايفين كده العجينة ما شاء الله خمرت معايا. هبتدي ان انا افضي الهواء اللي فيها ده كده بالشكل ده علشان اقدر ان انا اعجنها تاني واقسمها بقى لعجينة البيتزا. زي ما انتوا شايفين كده طرية جدا
مش مشكلة لو بتلزق شوية، رش عليها حبة دقيق بس مش كتير، يعني بحيث ان انت تعرفي تخرجيها من البولة وبس. في الرخامة بقى نضفتها كده ورشيت عليها حبة من الدقيق عشان اعرف ان انا اقسمها. انا عندي الاربع كوبايات عملوا بيتزتين كبار وبيتزا صغيرة، حسب برضو ما متوفر عندك في الصينية وتبع ما انت حابة تعملي. يعني ممكن الاربع كوبايات دي يعملوا معاكي 3 بيتزات متوسطين الحجم. تمام، زي ما انتوا شايفين كده عمل معايا 3 مقاسات دول. في الصينية بقى دهنت شوية من الزيت وفردتهم كده بالشكل ده، وابتدي ان انا افرد اول عجينة معايا اللي هي العجينة الكبيرة، البيتزا الكبيرة. هحاول ان انا افردها كده فردة بسيطة كده في النص، وهسيبها حوالي 5 دقايق تهدى شوية عشان اعرف ان انا افردها تاني. فردتها زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي ان انا اضغط على العجينة بتاعت البيتزا واطلع لها زي جوانب كده في الصينية. الجوانب دي مش هنسيبها فاضية، يعني احنا بنحب نحط فيها جبنة شيدر، جبنة رومي طبعا ما متوفر عندك. لو انت حابة تسيبيها كده فاضية تمام مفيش مشكلة، بس بتبقى اطعم لما تحط الجبنة في الجوانب بتاعتها. هبتدي ان انا اجيب شرايح رومي كده والف عليها العجينة من الجوانب بالشكل ده. هعمل بقى كل الصينية وهرجع تاني معاكم. كده خلصت الحشوات بتاعت الحشو بتاع البيتزا من الجوانب. هبتدي بقى ان انا اظبطها كده بايدي وهنزل عليها بالصلصة البيتزا اللي احنا عملناها مع بعض. الصلصة دي طريقتها جميلة جدا، وزي ما انتوا شايفين سمكها كويس، مش سايلة قوي ومش جامدة قوي. فهبتدي بقى افردها معاكم كده ونضيف عليها الحشوات طبعا ما متوفر معاكي، يعني الحشوات البيتزا بتبقى كتيرة جدا. اي حاجة بقى اعمليها، بيتزا جبن، بيتزا فراخ، لحمة، اي حاجة، خضار طبعا ما متوفر معاكي. حطيت فيها الجبنة مشكلة، جبنة رومي على جبنة موزاريلا على جبنة شيدر. الجبنة المونزاريلا لما بتتحط من فوق وهي والبيتزا داخلة للسوى، يعني حاولي ان انت ما تأخريش البيتزا شوية في الفرن علشان لون الجبنة المونزاريلا بيتغير وممكن تتحرق. فحاولي اما تحطيها وتخلي بالك من العجينة وهي في الفرن، يا اما تطلعي البيتزا قبل ما تستوي ب5 دقايق كده شوية، ترش عليها رشة الجبنة الموزاريلا وتدخليها تاني الفرن. كده احسن. يعني بدأت بقى، حطيت اللحمة المفرومة، دي اول بيتزا عملتها معاكم. التانيين بقى ما صورتهمش. وتحط بقى عندك طماطم، عندك فلفل اخضر، زيتون، اي حاجة، يعني مش شرط تلتزمي باللي انا عاملاه، مجرد الفكرة. اهم حاجة قلتلك على العجينة ازاي بتتعمل بالطريقة الصحيحة، والصوص بتاع البيتزا بالطريقة الصحيحة والسهلة كمان. هخلص بقية الحشو البيتزا وبعدين نكون فتحة الفرن على درجة حرارة 180
وابتدي ان انا ادخل فيها البيتزا بتاعتي على الرف الاوسط كده، ويدوب ربع ساعة او نص ساعة بالكتير هفتح عليها ان انا اشوف ايه اللي حصل. هي مش زي الكيكة فتخافي ان انت تفتحي على العجينة او حاجة، لا عادي انت ممكن تفتحي في اي وقت، وتتأكدي من الجوانب بتاعة البيتزا اذا كانت هي استوت ولا لا. انا لما دخلتها الفرن بعدها بربع ساعة بدأت الجوانب بتاعة البيتزا عندي تبقى يتغير لونها، وبدأت ان هي تتحرك معايا في الصينية، فانا بعتذر ان الجزء ده ما تصورش. يبقى كده تمام استوت من تحت، ومش هحتاج ان انا افتح عليها الفرن من فوق. دي اصغر بيتزا عملتها، زي ما انتم شايفين العجينة طرية جدا وبجد هشة كده وطعمها جميل. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وبكده تكون وصفة النهاردة خلصت. وصفة سهلة وبتكات بسيطة جدا هتعملوا مع احلى بيتزا في البيت ممكن تاكلوها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس ليوصل لكم كل اشعار بوصفاتي الجديدة. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.